والله مالنا عين من عمي الشاويش من ورا عمايل ابهاتنا ما هي؟ والله مظبوط كلامك يا سيد فارس، بس احنا كلياتنا ما كنا راضيين على الشيء اللي صار. هي انت لك فارس كنت راضيان على الشيء اللي عملوه ابوك معه لعمي الشاويش؟ لا والله ماني راضي، لا انا ولا اخي. اي والله. وانت لك شكور كنت راضيان على ابوك لما راح يطلب ايد بنت الشاويش كمان؟ اعوذ بالله يا جماعه، ما كنت راضيان بنوب بنوب، وبيني وبينكم انبسطت كثير انه ما جوزوا ولا بنت من بناته، لو قلعنا تقليعه الكلاب، إيه الله ستر ما رفعنا فلقه. وانا مثل منكم يا شباب، لكن بعرف بقصه البيت ولا بقصه القهوه، ولما عرفت شو خجلت من عمي الشاويش، لك مو بس الشاويش، حتى من منيره. يا شباب، خلونا نتصرف قبل ما يطيروا البنات من ايدينا. وقبل ما يفوت الاوان، لانه ابهاتنا ما عاد لهم عين يطلعوا بالشاويش لا من بعيد ولا من قريب. طيب شو رايكم يا جماعه؟ نحمل حالنا ونروح نحكي معه نحن. بس والله مو زلطه، مو هيك عوائدنا لما بدنا نخطب نحن؟ بدك اياه يقلعنا؟ لك شبنا فارس، عمك بده يقلعنا، عمك زلمه قبضاي ومعدل ويحب الخير لكل الناس، مو معقول يقلعنا. مظبوط كلامك. معناتها شباب خلينا ندق الحديد وهو حامي. قولوا الله يا رجال، بس بعد العشاء بنلتقي ونروح لعنده. قولوا الله. يلا شوش هاي انا خالص. ها انا ما بدي. شبنا السلام عليكم. يلا السلام عليكم. اهلا بالشباب، الله معه. فاضل. الله معكم على السلامة. ميت اهلا وسهلا بزينة شباب الشام كلها. اهلين فيك. اهلين فيك عمي. اهلين بارجل شاويش بالشام كلها. الله يخليك. وباطيب واحن شاويش بكل الكاروكنات. الله يبارك فيك عمي. عمي نحن بصراحة جايين لعندك بطلب. ان شاء الله هيك ما بتردنا خايبين. والله يا عمي اهلا وسهلا فيكم، ايش كان بقدر لبي لكم طلبكم؟ ان شاء الله ما بصير الا الخير، بتكونوا رضيانين ولكن بشرط. ما بدي لف ودوران، هي دغري، ماشي؟ ماشي ماشي. اشربوا القهوة، أهلا وسهلا. اشربوا. بصراحة عمي، نحن ما نرضيانين عن أفعال أبهاتنا بالمرة، لو نحن بنعرف هذا الشيء ما كنا قبلنا بنوم. لا تكمل عمي صبحي الله يرضى عليك. بضل أبوك هو أخي من لحم الدمي. بضل كمان الحلاق والمختار إن أهلي وناسي ولاد حارتي. الله يديمك عمي، الله يديمك، كبير من يوم يومك، لك يا ريت كل الناس مثلك ومثل طيبة قلبك. عمي بصراحة يعني أنا جاي لحتى أطلب إيد بنتك، عزمي على سنة الله ورسوله، وأنا بكل الشرف إذا بتوافق. عمي فارس أنت بتعرف، أنت غالي علي كثير، وبعزك معزة بناتي، بس يا عمي هيك شغلات أنت بتعرف عداك العيب، هي لها أصول. بعرف عمي بعرف، بعرف انه ابي لازم يجي معي لحتى يطلب ايدها، بس الله وكيلك ابي خجلان من اللي عامله معك، حتى امبارح شو عمل امبارح؟ سهران طول الوقت بارض الديار، والله ما عم يجي ينوم، قاعد عم يفكر شو بده يعمل مشانك، الله وكيلك ها؟ وانا عمي الشاويش مالك يمين تحلفني؟ على طول بقول له لابي يجي يطلب لي ايد بنتك المستوره الله يخلي لك اياها منيره، اي اي منيره، بس هو كل مره بيأجلني وبيأجلني، ويمكن بعد اللي صار ما عاد له عين يجي يطلبها. ما بعرف شو ذنبي انا. ايوه يعني انت بدك منيره. عمي بعد اذنك وانا كمان هيك بدي يعني بدي اميره. انت بدك لحظه شلشتوني مخي ما عاد ركز. لحظه انت بدك منيره ايوه وانت بدك اميره وانت عزميه ايوه انت مين بدك؟ انا بدي شوف ابي بيوافق على فارس ولا ما بيوافق؟ بيوافق؟ بدي شوف ابي بيوافق على صبحي ولا ما بيوافق؟ بيوافق؟ بدي شوف ابي بيوافق على طلعت ولا ما بيوافق؟ بيوافق بيوافق لك اختي والله قلبي رح يتقطع خايفه ابي ما يوافق الله يصلحك يا عمي ابو فارس ما خليت للصلح مطرق طولي بالك اختي طولي بالك باذن الله ابوك رح يوافق وخصوصي انه هلا طلع معي بالتبصير انه اكيد رح يوافق يا ربي لو بقدر اعرف ابو شو عم بيقول شو لك ما عنده فيني ولا شوية حي شبكي انت الثاني قلبك بخروق يو ماكم واثقين بتبصيري ما شاء الله ما شاء الله اهلا وسهلا بام العريف والله يخرب بيتها شو دجاله وكذابه هلا هذا اللي طلع معك من صنصيص؟ ايه
حكي لك يا جار اسمعي يا كنة، فهمت عليكي انا فهمت عليكي، بس انا شو دحشني بالموضوع؟ فخاري كسر بعضه. إلا كان حبيبتي انت حاطه ايديكي ورجليكي بمي بارده ومو همك شيء. هلا انت هيك عم تحكي؟ انا رح خلي نشوقتي يحكي مع ابي مشان يقنعه ويوافق. بكره بتشوفوا. عمي فارس، عمي صبحي، ابوكو هو اخي، وبالنسبه لطلعت ولشكور بهاتكم رفعاتي، لذلك عمي احكي احكي. والله ركبي صاروا يدقوا ببعض. انا اعطيتكم ايش كان الله اعطاكم، بس انتم مثل ما بتعرفوا بالاول لازم نسال صاحبات الشغل، ما هيك بيقول الشرع؟ عمي طبعا عمي الله يخليك اياك، وان شاء الله هيك يضلكم راسنا. وباذن الله باذن الله ما رح تشوف منا غير كل شيء بيرضيك ان شاء الله. لذلك هذا ما بيمنع ابدا انه كل واحد فيكم يجيب ابوه معه. ايه يا ابني؟ ايه ان شاء الله. الف مبروك. الله يبارك فيكي. يا رب عقبال عنا كلياتنا يصير عرسنا بيوم واحد يا رب. اللي وافق ابي عمري كنت ماسكه قلبي بايدي. اي والله لحتى ضلني ارقص وزلغت هيك للصبح لحتى ينبح صوتي. وانا شرحه رح ضل ارقص لحتى يجيني عريس لقطه ومرتب. عمي شكور، وشو الطلب يلي جاي انت مشانه؟ والله يا عمي انا كمان رايد وحده بدي اتجوزها، بس ابوها مو وافق يجوزني اياها. قال شو الناس ما قامت، يعني بيحلل لحاله وبيحرم على غيره. ايوه، ومين هذا المحترم ابن الاصول يلي ما رضي يناسبك؟ الباشا عمي. ايه الباشا، انا بحب بنته وهي بتحبني ورايدين بعضنا، مشان هيك عمي انا جيت لعندك يعني مشان تتوسط لي عند الباشا بركي بيجوزني بنته. اسمع عمي شكور، إيش كان البنت رأيتك مثل ما عم تحكي اعتبر الموضوع منتهي، وعمك الشاويش رح يجوزك يا غصبا عن الباشا واللي بيشد على ايد الباشا. هاي حارتنا ايد واحدة وكلمة واحدة. هذا عشمي فيك يا عمي، هذا عشمي فيك، الله يخلينا اياك ويديمك فوق راسنا. عمك يا ابني، البنت رح تكون من نصيبك وان شاء الله بالتمام على خير. وبتهمني امور شباب الحاره. نعم. انا هالمره جايب ابني شكور معي. نعم. منشان اخطب له بنتك. فشو قلت؟ ولو يا حضر شاويش اللي بتأمره، يلي بدك يا بصير، ولو اولاد الحاره اولادنا. دخلك الواحد شو اخذ معه يعني، مو هيك؟ بلا لا منيح متحسن اخلاقك. طالما هيك معناتها خلينا نقرا الفاتحه على نيه القبول. الفاتحه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا رب العالمين. طالب ان شاء الله. الف مبروك عمي. الكلام هلا لك يا ابو شكور، بمناسبه هذه المناسبه الغاليه على قلوبنا جميعا. اي نعم. بدي منك تحلق ببلاش لكل المحابيس والعسكر يلي عندي. بلاش؟ بأمرك سيدنا، بأمرك، أنا بأمرك سيدنا، كلامك أوامر. وتأكيداً لحسن النوايا منك بدي تحلق أسبوع ببلاش لكل شباب الحارة. ببلاش؟ دقن ولا شعر حضرة الشاويش؟ الاثنين، أحسن ما أملك الاثنين. إيه؟ لا سيدنا، بأمرك بأمرك، أنا حضرة الشاويش بأمرك. قوم شكور. أمور يا بي. قوم بوس إيد عمك الباشا. قوم. إيه على راسي. عطيدك عمي، عطيدك. حاضر حاضر، خد هي ايدي. تناول شواربه كمان. ان شاء الله الف مبروك عمي. بس بكفي بكفي. مبروك عمي. الله يبارك فيك. وان شاء الله عقبال الخلف الصالح. امين يا رب. استريح عمي استريح، استريح. لك الله يخلينا اياك يا حضرة الشاويش، الله يديمك فوق راسنا يا رب، الله لا يحرمنا يا رب. امين. مبروك حبيبتي، الله يبارك فيكي. وباذن الله يا حكمات رح نساوي عرس الصبايا والشباب مع بعض، ورح يكون معهم عزو وبنت الناطور. ايه ليش لا تقبرني؟ خلينا نفرح هيك الفرحه الكبيره فيهم كلياتهم.
وروح إلهي يا فكري، الله ما يحرمنا منك يا رب. إن شاء الله والقايل، أنت يا ست حكمات، يا ست الستات ويا ست الصبايا، لا أنت ولا بناتك ولا كل ضرايرك، الله الوكيل، لولا منكم لضع حقي إلى أبد الآبدين. إيه الحمد لله تقبرني، الحمد لله. الحمد لله، قل لك شغلة؟ جاي عوالي جيب اثنين صبيان توم. ملو. إيه تقبرني. قولي لك عاوزك بعد. محتار أنا كيف بعيش، ضايع بين كيف وليش، وحدة تزعل من وحدة ترضى بكلمة معليش، خربوا عمري وسنيني حريم هالشام.